ما حكم الدعاء لشخص بالموت إذا كان الشخص ظالمني أو لم يظلمني؟ زي مو ظالم حق أدعو عليه بالموت، مشكلة فيهم شر الناس. على كل حال لكل فعل رد فعل، يعني الإنسان لما يظلم يحب أنه يعني يأخذ حقه من ظالمه، لكن بقدره بقدره. يعني أنا سمعت أحدهم مثلا سرقت نعاله، فقام يدعو على هذا عليه وعلى والديه وأنه يخلد في نار جهنم وأنه يسقى الزقوم عشان نعاله، باقي نعاله والله من ذاك اشتري له 7 نعال واعطيهم اياه، فكنا من دعائك هذا. يعني هذا غلو غلو، مو ظالمني وادعو عليه بالموت. اذا كان هذا ما ظلمك ولكنه دب مفسد في الارض مثلا، كافر مفسد في الارض مؤذي للناس وانا ادعو عليه بالموت ما في باس. اما انسان عاد ما بيني وبينه شيء وادعو عليه بالموت، عنده زوجه عنده اولاد عنده ام عنده اب، ما يصلح هذا الكلام، الله المستعان.